أدعوك الأستاذ عادل لنستمع سويا. طبعا أنت قبل قليل تحدثت عن فلسطين، وفلسطين لها مكانة في قلب كل عربي. نعم عن فلسطين ما ننساش أغنية المارد العربي، فريد فيها في كلمات أغنية المارد العربي قال إيه: يا فلسطين يا شعب مجاهد، جيشك حاضر بالملايين، ما بقاش جرح في جسم المارد غيرك أنت بيغلي سنين، زي ما حررنا الجزائر مش هنسيبك يا فلسطين. ففريد، وطبعا أغنية شعبنا يوم الفدا وردة من دمك قصيدة كاملة عن فلسطين. فيعني احنا جايين عندنا محور بعد شوية، محور بعد الفاصل الثاني نتحدث فيه عن الأغاني الوطنية كلها الله وعن الله الموسيقى الله، جميل الفلسطينية. جدا، حلو قوي. حلو قوي، حلو. إذا تفضل. نستمع للفنان سامر الزعتري في هذه الوصلة الغنائية ما انحرمش العمر منك، ثم نعود إليكم بعد هذه الوصلة. وإن
حلفت اني بعيش في الجنة يا عيون. صدقني.